بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نتكلم النهاردة إن شاء الله بإذن الله تحت العنوان Background Gradients. أيوة أخيرا الحمد لله وصلنا للجريديانتس يا جماعة. الحمد لله تمام. راح نتكلم عن خاصية من ضمن خصائص الـ CSS 3 الجميلة جدا اللي هي بتعمل بيها Gradients درجات لونية بـ CSS Code Pure بالأكواد يا جماعة. طيب الكور الخاصية اللي احنا هنشتغل عليها يا جماعة اسمها linear gradient. اسمها linear gradient البراوزر سبورت بتاع linear gradient يا جماعة. هي طبعا اكتر من خاصية. احنا في الحلقة الاولانية دي راح نتكلم عن linear gradient تمام. فانت معاك على كروم ويب كيت ويعني المهم انت محتاج vendor prefixes على ايه على البراوزرز المختلفة تمام. هي supported vendor prefixes فعشان برضو حتى لو انا نسيت انا كده كده شغال على كروم يا جماعة فحط vendor prefixes ويب كيت بتاعي عشان الكود يشتغل تمام. بس في الكود الستاندرد انت محتاج فينتر برفيكسز على كل واحده من دول متفقين. اوكي الخاصيه بمنتهى البساطه السنتكس بتاعها بيقول باك جراوند بعدين تروح كاتب لينير جريديانت واحنا طبعا هنحط الفينتر برفيكسز بتاعنا دايركشن الاتجاه وبعدين كلر ستوب اللون الاولاني وبعدين كلر ستوب اللون الثاني والاتجاه ده خاص باني انا ابتدي من اول لون مش فاهمين ان شاء الله باذن الله راح توضح مع اللون. طيب خلونا نكتب انا هكتب على طول ماشي على ويب كيت واحط لينير داش جريديانت تمام وهفتح القوسين بتوعي تمام واعمل كنترول اس. وبصوا يا جماعه هو كان بيقول ايه في المثال اللي هناك كان بيقول اللون الاولاني يعني هو حتى في المثال ده بصوا يا جماعه كاتب لك عامل ستاندرد كود بيقول لك اللون ده اللون ده احمر للحاجات الحاجات اللي ما بتدعمش الجريدينتس البراوزرات ما بتدعمش الجريدينتس بعدين راح كاتب لك البتاع ومشي لك ريد ويلو على طول. طب ماشي احنا خلينا نبتدي معاه هو نبتدي باول مثال بس مثلا ريد ويلو من غير اتجاهات تمام. اوكي هو ماشي بشكل جميل خالص. هنروح احنا عاملين ريد واخدين كوما وحاطين يلو ونشوف ايه اللي راح يحصل معانا. ادي كنترول اس وانا حاطط الفيندور بريفكسز ويب كيت يا جماعه عشان شغال على براوزر كروم تبعي تمام. وروح انا عامل ريلود فلاقي ده التاثير اللي حصل يا جماعه حصل جريديانت من اللونين بتوعي. اللون اللي انا حاطه في الاول اتحط من فوق اللي هو الريد اللون اللي انا حاطه في الثاني اتحط من تحت اللي هو اليلو وما بين الاثنين دولت عشان الجريديانت من اول اللون لغايه لما اوصل لاخر لون تمام يا جماعه تمام كده. ده بالنسبه للمثال الاولاني يعني. هو هنا يا جماعه في المثال ده مش حاطط دايركشن يعني هو مش حاطط اتجاه فالافتراضي يا جماعه بيبقى ايه اهو توب تو بوتوم. يبقى في الافتراضي لما انت ما بتحطش دايركشن بيبقى القصه ماشيه بتبقى توب تو بوتوم. طيب انت عايز تقول ايه؟ اقول لك انت ممكن تحط اتجاه يا جماعه. يعني ايه؟ يعني انت قبل اللونين بتاعك بتبتدي تحط اتجاه. لو انا عملت توب ورحت حاطط الكوما بتاعي تمام كده طبعا المفروض ان انت ما تشوفش فرق جامد ما بين اللون وتاثيره المفروض ما يحصلش حاجه تمام لان ده الافتراضي من فوق لتحت متفقين يا جماعه. ده اللي انا كنت عايز اقوله من شويه ان الدايركشن مرتبط باول لون يعني توب يبقى اول لون هو اللي هتحط من فوق. لو انت قلت له طيب بوتوم يبقى اول لون هو اللي هتحط من تحت فاهمني. يبقى الدايركشن مرتبط باول لون في الاول فاهمني وبعدين بيوصل لما بيجي يطلع فوق بيعكسه بيبتدي يوصل للون الثاني. يبقى كده المفروض ان اللون اللي من تحت يكون اللون الاحمر واللون اللي من فوق هو اللون الاصفر وما بين الاثنين بتحصل ايه الجريديانتس بتاعي يعني القصه بتبتدي تتعكس. ده اللي حصل بالظبط يا جماعه. اوكي نفس السيناريو لو انا كنت شغال على الراسي ممكن اشتغل برضو على الافق يعني انا ممكن اقول له يا جماعه ليفت يبقى من على الناحيه الشمال هيكون احمر وجريديانت جريديانت جريديانت لغايه لما اوصل من على الناحيه اليمين الاقي اللون اليلو. نشوف التاثير كده. ده السيناريو يا جماعه من على الناحيه الشمال احمر وانت ماشي لغايه لما ونفس القصه انت ممكن تعملها على الناحيه الثانيه. ممكن بدل ما تخليها ليفت طبعا تخليها رايت والتاثير طبعا ايه راح يتعكس والمعنى واضح عند الناس تمام. اوكي ده بالنسبه ليه الامثله ديت تمام. اوكي الجانب الثاني يا جماعه لو انا كنت عايز اعمل تاثير هو الراجل هنا بصراحه جايب امثله جميله جدا في ال W3 schools هو بيتكلم عن برضه رايت تو ليفت وليفت تو رايت مثلنا بيه الدياجونال. لو هو عايز يشتغل بشكل قطري يا جماعه يعني انتوا فاهميني يعني هو مش هيمشيها
بشكل سوليد من فوق لتحت او من الشمال لليمين، انا عايز امشيها بشكل قطري فاهمني. فراح مستخدم مستخدم دبل اتجاهات يا جماعه، مستخدم بوتوم رايت بوتوم ليفت توب ليفت انتوا فاهمني، وبعدين لدرجات الالوان. المعنى اكيد وصل عند الناس. يعني انا لو انا عايز ابتدي من مثلا خليني اقول توب رايت تمام، نقول توب رايت ما بين الاثنين بس جاست فاصل مسافه فاهمني، يبقى توب رايت يبقى اول لون اللون الاحمر راح يبتدي هو من على التوب من على التوب رايت احمر لغايه لما يوصل لاخر التوب ليفت هيكون وصل للون الاصفر ناس فاهمني. يبقى القصه بقت زي مساله بقت قطريه شويه يعني. المفروض انا ما حفظتش ما حفظتش كنترول اس ريلود مساله تمشي قطريه يعني من على التوب رايت اهو اليمين يا جماعه ماشي احمر وماشي بشكل قطري لغايه لما اوصل من على التوب ليفت لغايه لما اوصل للون الثاني. وانت طبعا انت ممكن تشكلها زي ما انت عايز بالجوانب المختلفه بتاعك اوكي. جميل ده بالنسبه لل النقطه دي. طيب نرجع مره ثاني للمثال، هو بيتكلم عن نقطه جميله جدا كانت خاصه بالانجلز الزوايا. انا ممكن استخدم زوايا معينه وممكن استخدم انجل، الانجل في السنتكس بتاعها بتكتب قبل قبل الكالر ستوب الاولاني يا جماعه تمام. يعني هو مستخدم لك هنا مثلا 90 درجه، ممكن نكون الـ 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 التمييز ده ما شفناهوش قبل كده. انت بتستخدم تمييز ب احنا عارفين اليونتس بس ما شفناش يونت عباره عن دي اي جي. دي اي جي جا وقتها النهارده عشان نتكلم عن ان الديجريز بتتحط الدرجات، الدرجات بتباع في الحاجات اللي فيها زوايا يعني. طيب انا لو قلت له مثلا 90 دي اي جي تمام، القصه بتاعت 90 دي اي جي من ريد لليلو، يعني ال 90 دي هي الدرجه اللي ما بين اللونين يا جماعه تمام. ان الدرجه ما بين اللونين يعني ايه؟ طيب ماشي خلينا نشوف كده اللي هيحصل ونعمل ريلود. هو ابتدى من تحت، ابتدى من تحت لفوق بفاصل ما بين اللونين ب 90 درجه، المساله بقت قايمه. طيب لو بصينا على الكود هنلاقي انت بتقول له ان الزاويه اللي ما بين اللون الاحمر واللون الاصفر عباره عن 90 درجه. يعني انت مش ماشي قطري، انت ماشي بزوايا 90 فاهمني؟ فعشان كده هيمشي التدرج بتاعه من فوق من تحت لفوق لغايه لما يوصل للالوان ديت. لو انت كنت غيرتها علشان تبقى مثلا بشكل ممكن يكون في خليها 100 مثلا، نقول 140 يا جماعه. لو قلنا 140 او بلاش، انا اسف جدا، خلينا على 90 واحنا مخليها بقيمه سالبه سالب 90. وبص اللي هيحصل لو انت خليتها بقيمه سالبه، المساله راح تتعكس تمام. انه انت بتقول له في الكود ان انت عايز تعكس المساله، فالزاويه ما بقتش ال 90 بقيت المكمل ليها، فعشان كده الالوان ابتدت تتقلب يعني تمام. ده الجانب، الجانب الثاني لو بانت شويه ممكن نستخدم رقم كبير شويه زي مثلا 150 درجه ما بين الاثنين، ده اللي هيخلي لك القصه ممكن تمام شويه. الزوايا 150 فتحس ان اللون سايح، يعني ال 150 النسبه بتاعت اللون الاصفر اكتر من اللون الاحمر احمر، لان المسافه اللي عند اللون المكمل اكتر منه فاهمني. فال150 هي الزاويه ما بين الاثنين، ده الشاهد كده تمام. فعشان كده بتحس انها اكتر شويه عند اللون الثاني فاهمني يا جماعه. الله المستعان. ده بالنسبه ليه الامر ده. طبعا الامر الثاني، انت لو انا شلت الديجري ديت وقلت ان انا ممكن احط مالتيبل كلرز يا جماعه انتوا فاهمني، ادي كوما مره ثاني، وايه رايك لو نحط الوان غريبه شويه زي جرين مثلا كده. وانت عارف الافتراضي ان هو يمشيهم لك من فوق لتحت تمام. لو انت عايز تمشيهم بقى من الشمال لليمين او ممكن تحط طبعا في البدايه تروح حاطط مثلا تقول له ليفت وكوما كده، يبقى الجريدينت هيمشي من الشمال لليمين مع الاول لون هيكون اللون الاحمر، بعدين اللون الاصفر، بعدين اللون هو المساله بيمشي بكل التدرجات لغايه لما يوصل للون، بعدين كل التدرجات لغايه لما يوصل للون، فتحس ان القصه سوفت كده فاهمني جريدينت القصه. طب اوكي خلونا نخلي الامور او نخلي الامور مثلا يعني بشعة شوية. طيب ريد، والمرة دي هنخليها اورنج وناخد كوما، ويلو وجرين ونروح واخدين كوما، وبعدين نروح مثلا نحط بلو وكوما ومثلا انديجو وكوما واللون البنفسجي كده. عندنا تقريبا مجموعه من الالوان مش عارف عددهم كام بالظبط، بس المهم التاثير اللي اطلع شكله جميل شويه يعني لغايه لما من اول بتاع لغايه لما اوصل لاخر اللون. الشاهد في القصه انت ممكن تحط اي عدد من الالوان الجريدينتس اللي انت عايزها طبعا زي ما انت حابب.
الجانب الثاني في الغالب يا جماعه الديزاينرز يعني ايه ما بيستخدموش الالوان السوليد دي، فبيستخدموا الالفا شانل الار جي بي اي، فاهمني يعني ايه؟ طب لو انا عايز هو كان مثل بمثال جميل خالص في القصه دي، المثال بتاعه هو بصراحه قمه في الجمال يعني الترانسبيرنسي. في الترانسبيرنسي هو عايز يوصل من صفر لواحد بالالفا، بالالفا الغريبه بتاثير الالفا شانل، القيمه الرابعه بس يا جماعه اللي هتتحول من صفر لواحد، تمام؟ طيب هنحاول نفهمه. هو عايز يبتدي من صفر لواحد، يعني عايز يبتدي من بحت خالص لغايه ما يوصل لاقصى درجات اللون الاحمر يا جماعه، تمام؟ فهو كل القصه ان هو شغال على الفا شانل، مش شغال على الالوان المصمطه ديت، فهو شغال على ار جي بي اي، وراح فاتح القص بتاعه وقفله وماشي. انت عارف كويس خالص ان انت شغال على ايه، ار وبعدين جي بعدين بي، انت هتستهدف مين؟ هتستهدف الار، فاديني 255 على الار وصفر لي الجي والبي، تمام؟ ويخلي لي القصه صفر. انت عارف ان دي ادي اول لون ده خاص بالار من صفر 255 ده درجات لون الار، ده خاص بالبي من صفر 255، ده كان خاص ب اسف ار جي بي الجي، والثالث ده كان خاص بالبي باللون الازرق من صفر 255، الرابع ده كان خاص بالالفا تشانل يا جماعه اللي هو اللون من صفر لغايه واحد. انت عارف بقى صفر 1 من 10 8 من 10، اتكلمنا عن القصص دي قبل كده، اوكي تمام. المهم بقى كده بمثابه ايه يا جماعه؟ اول لون، انتوا فاهميني؟ فراح عامل كومه وهيروح يحط بقى الار جي بي اي مع اللون الثاني، هو نفس اللون اكزاكتلي 255 هو على اللون الاحمر وصفر وصفر، لكن هيخلي القصه ايه؟ واحد. يبقى اللي اتغير فين؟ اللي اتغير في القصه ان الجريدينت هيمشي على نفس درجات اللون الاحمر، بس الالفا شانل اللي كانت صفر بعدين بتبقى واحد، فده اللي هيدي لك الايه؟ الترانسبيرنس، التاثير بتاع الانتقال من عنصر شفاف لعنصر شفاف ثاني على نفس اللون الواحد. ده تأثير جميل جدا يا جماعه، وانت طبعا ممكن ايه تستخدم فيه الزوايا وتستخدم فيه القصه ديت، ممكن تعمل شغل جميل جدا للقصه ديت يا جماعه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.